وكنا تمام مع حضرتكم خلال احتفال مصر بعيد العمال متابعه وقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعه افتتاح عدد من المشروعات الخاصه بمبادره ابدا لتوطين الصناعه المصريه وتوطين الصناعه المنتج المحلي في الصناعه المصريه. معنا عبر الهاتف الاستاذه دينا الدليل عضو مبادره ابدا. اهلا بحضرتك يا استاذه دينا، وكل عام وحضرتك بخير وعمال مصر بالف خير. اهلا وسهلا يا فندم، وحضرتك طيب وكل العمال بخير ان شاء الله. يعني النهارده بالتاكيد مبادره ابدا كان لها حضور قوي جدا خلال احتفال مصر بعيد العمال. حضرتك حطينا في الصوره النهارده قد ايه مبادره ابدا بتاخد خطوات هامه جدا وسريعه بدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع هذه المبادره والعمل على توطين الصناعه المحليه في مصر. تمام. هي مبادره ابدا هي مبادره رئاسيه احنا ابتديناها تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس ان احنا نمطن اهم الصناعات في مصر، نقلل في الفاتوره الاستيراديه، ندعم المصانع المختلفه وتوفير فرص عمل. فبنشتغل من خلال ثلاث محاور رئيسيه. محور المشروعات الكبرى هو ده اللي احنا فيه، بنعمل افتتاحات وشراكات بهدف ان احنا نمطن اهم الصناعات. فده كان مصنع حواء اللي افتتحناه النهارده او دشنا منه اول مرحله انتاجيه، ده يعتبر يعني احدى اهم الانجازات للمحور بتاع المشروعات الكبرى. احنا بنشتغل اجماليا على 64 مشروع وبنستهدف توفير 16 مليار دولار من الفاتوره الاستيراديه تقريبا. المحور الثاني اللي هو محور دعم الصناعه، فيه بنساعد اي مصانع بتواجه اي مشاكل، اي بنساعدهم مثلا بدعم في اي اجراءات في تراخيص في كده. يعني احنا بتبقى اهم انجازاتنا انه لو مصنع متوقف ونرجع نخليه تاني يشتغل. فاحنا النهارده مثلا كان عندنا امثله من ده، مصنع فيوتك، مصنع مثلا اللي هو العاب بتاع نيوتكس. فده اللي هو محور دعم الصناعه. وعندنا برضو محور تدريب والبحث والتطوير، ده برضو من المحاور المهمه جدا بنشتغل فيها على العامل المصري وان احنا نرفع انتاجيه العامل المصري وكفاءته. طيب هل حضرتك يعني اصحاب المصانع هم اللي بيروحوا لحضرتك واللي بيروحوا للمبادره، ولا المبادره هي اللي بتعمل عمليه استقصاء وبتشوف ايه المصانع المتعثره وبتدي تساعدها؟ تمام. احنا ابتدينا في الاول في محور دعم الصناعه كان عن طريق فرق الرصد الميداني للشباب بتوع حياه كريمه، وكنا بنجمع البيانات واحنا اللي بنروح للمصانع. بعد اطلاق المبادره طبعا والدعم بتاع سياده الرئيس، احنا دلوقتي عن طريق الويب سايت بيجي لنا بقى كل المصانع، اي مصانع عندها اي مشاكل او كده احنا بقى بنتواصل معاهم وبندعمهم. طيب الوضع الحالي بتاع ابدا يا فندم، ايه اهم الصناعات اللي حضراتكم شغالين فيها بقوه وابتديتوا حضراتكم يبقى المصانع ابتدت ترجع تشتغل تاني، يبقى في انتاج تاني زي المصانع اللي كنا بنشوفها وكان بيتابعها السيد الرئيس النهارده؟ تمام. يعني احنا اوريدي عندنا مصانع على الارض في محور المشروعات الكبرى، مصانع وصلنا فيها صناعات جديده لاول مره في مصر. يعني احنا افتتحنا سياده الرئيس مع اطلاق المبادره مثلا افتتحنا مصنع الوايلر فريد للطلمبات، مصنع الوايلر فريد للمحركات، كان في مصنع للفونزي والكوتشي، النهارده بندشن مصنع حواء. في عندنا مشروعات شغالين عليها، توصيل صناعات برضو لاول مره في مصر، حاجات زي في الصناعات الكيماويه والبتروكيميكالز، حاجات زي السودا اش، زي التليفون. ده بالاضافه الى بقى دعم المصانع، احنا عندنا مصانع كثيره جدا كانت متوقفه وساعدناها ان هي ترجع تاني تشتغل. ده بالاضافه الى مصانع كانت يعني هتقفل، كانت بتواجه مشاكل كانت هتقفل، وبدعم طبعا مبادره ابدا قدرنا ان احنا نخلي المصانع دي ترجع تشتغل تاني. طب يعني تكمل لا تتوقف. ايوه. هل حضرتك فيش عدد، نتكلم شويه بالارقام عن المصانع اللي حضرتك ابتديتوا تدعموها وفي اي من المجالات؟ عايزين ندي صوره لاصحاب مصانع اخرى ان هم يخشوا ويشاركوا في مبادره ابدا ونبتدي نزود العنصر المحلي في الصناعه المصريه. تمام. يعني احنا حاليا شغالين محور المشروعات الكبرى شغالين على 64 مشروع فعليا على الارض. بالنسبه لمحور دعم الصناعات، يعني احنا منذ اطلاق المبادره مثلا يعني اخر شهرين احنا دعمنا تقريبا 900 مصنع
حاجات في مختلف بقى المجالات، قدمنا لهم دعم، حاجات اجراءات، حاجات ترخيص، حاجات مثلا ادخال مرافق، حاجات كده ان احنا بنجري مع المستثمر ان هو يقدر ان هو يحل مشاكله ويخلص حاجته. لو مصانع محتاجه دعم مادي احنا برضو بنوجهها، يا اما احنا بنخش معاها بشراكه فندعم المصنع ونقدم الدعم المادي ده، او بنوجههم مثلا للبنوك نساعدهم ان هم يعملوا دراسات جدوى في بنكيه جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره. يعني بنشوف اي مشكله، اي نوع من الدعم، لو مثلا دعم فني برضو بنقدمه عن طريق فريق المهندسين اللي عندنا، لو محتاجين نعمل لهم خطه للتسويق، خطه للتصدير، اي انواع من الدعم بنقدمها للمصانع. شكرا جزيلا الشكر الأستاذة دينا الدليل، عضو مبادرة إبدأ.